السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي مسائي، معاكم ميس رشا بدران جينيوس أكاديمي، والنهاردة هنستكمل تدريبات على أنواع الخبر. يلا بينا. احنا حلينا يا بنات مع بعض صفحة 34 ولا لأ؟ هو محدش بيرد ليه؟ احنا يا مس اخر حاجه، معلش يا مس كنت بتكلم ورا المايك. اخر حاجه يا مس حلنا قبل الدرس الجديد اللي احنا ان شاء الله هناخده النهارده، يعني صفحه 226 مش محلوله، محلوله قصدي، انا اسفه، محلوله، و227 محلوله، و228 لا، 229 لا، 230 لا، بس حلين 231، وده 33 كانت واجب. وانا هبعثها حالا. طيب يلا نحل 34 مع بعض. طب لحظة واحدة بس، ابعتها هو يا تيتشر. ماشي يلا، بس وقت الحصة. ها يلا يا دان، أول حاجة حدد نوع الخبر في الجمل الآتية. ماشي. حطيت الخبر في دي صفحة 234 صح؟ ماشي. حدد نوع الخبر في الجملة الآتية. أول حاجة عندي اللاعبة ماهر مفرط. اللي بعدك حنين، اللاعب يحرز هدفا. الجملة اسمية. يحرز هدفا، جملة اسمية. فعلية. تمام. رقم 3 يا رغد. ثواني. الرسائل الرسائل اللاعب أداؤه. تمامس خبرة تمامس أداء. أداؤه أداؤه إيه؟ سلامس. اللعب أداؤه يعني أداؤه يكون بخبر. لا ممتاز. ممتاز.
لا أداؤه ممتاز. جملة اسمية. يلا يا دان. ماشي، اقول سؤالها ولا اقول سؤال؟ لا هي قالت سؤالها، قول سؤال. ماشي. اللعبة وسط الملعب، هيكون شبه جملة. تمام. يلا يا حنين، هنقول هنا انخفضت درجة الحرارة، عاوزين احولها من اسمية لفعلية. مين عايز دور؟ يلا يا حنين. تمام يا مس. لا هو مش هينفع يا حنين بقى، نفضل ننده كذا مرة عشان تردي. والله يا مس، اللي انت خرجني والله لسه دلوقتي. طب يلا. مسك الفلاح الأرض. ايه؟ اللي هي يسكي أو يسك الفلاح الأرض، اه اللي هي يسك الفلاح الأرض دي ضمن فعلية جملة اسمية. الفلاح يسقي الأرض، هيكون ماشي، الفلاح يسقي الأرض. هيكون بقى الخبر ايه؟ والخبر، الخبر اللي هو يسقي. تمام. نوع جملة فعلية. اه جملة فعلية. ماشي يلا يا رغد. تمام. ايش ال المس مكتوب ايه؟ هزت ولا لا؟ راكب المسافرون القطار. هذا سهل. تحت هيكلوا المسافرين القطار. المسافرون ركبوا القطار. يبقى خبر ايه؟ بر هيبقى ركب. ايوه نوع ايه بقى؟ ااا تمام. يلا اللي بعد. يلا يا دين. حاضر يا مس. اللي بعده بيقول السؤال رقم 3. بيقول قصدي 4، أنا آسف، 4 اتلخبط. 4. انتهزت التلميذات الفرصة. هكون الجملة الاسمية التلميذات انتهزت الفرصة. الخبر انتهزت والنوع لا يوجد نوع. نعم، هو اللي يقبض مالي. دوري نعم دوري هو ايه دوري اللي يوجد المبتهل. نوع؟ يعني ايه لا يوجد نوع؟ مش فاهم. لا خلاص، معلش لحظة. هيكون معلش يا مثلا اهلا ولا اوت. جملة فعلية. ايوه تمام. عارفة يا مثلا لخبطت. حاجة لا يوجد نوع. ماشي دوري ماشي خلاص يا مس، والله انا اسف، ما كانش قصدي. يلا يا دوري. يلا يا حنين. المدير مجتهد. مفرط قبل مفرط. التاج صناعته ممتازة. يا رغد. جملة اسمية. اه الحافلة. ايه يا دان، حطي لي خلاص شبه جملة. الحافلة. أحط خبر شبه جملة. في الطريق. تمام.
حنين الوقاية نقط من العلاج، حطي لي خبر مفرط. الوقاية من العلاج. هتحطي كلمة خبر مفرط. الوقاية خير من العلاج. خيره من العلاج، برافو عليك. تمام، أكمل الجدول كالمثال، خبر نوعه والرابط بتاعه اللي هو الضمير. رغد القاهرة، بيقول لك أنا الفلاح يجمع المحصول. هنا الخبر يجمع المحصول، نوع جملة فعلية، الرابط ضمير مستتر تقديره هو. نشوف رقم 2، القاهرة تاريخها عظيم. الخبر إيه يا رغد؟ تاني بس، القاهرة تاريخها عظيم. الخبر تاريخها عظيم. ودي جملة لا ثانية، القاهرة جملة فعلية. لا جملة اسمها جملة اسمها بس هو الرابط ايه؟ ايه الرابط ايه؟ الوضع المستتر يعني ولا ده الضمير المستتر؟ لا مش ضمير مستتر، ضمير مستتر. ماشي. احنا قلنا الرابط مش راز، مش لازم يكون ضمير مستتر، احنا ممكن نقول يكون ظاهر، ضمير منفصل، ضمير متصل. ده يبقى ضمير منفصل. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الضمير؟ ضمير مصدر منفصل. و الهاء هو الهاء ده مش منفصل، هو ضمير ظاهر متصل قدامنا. صح. يلا يا دان. ماشي تمام. تاني جملة بتقول المبدع يتجده يت إيه يتجدد يتجدد فكرة. الخبر هيكون يتجدد فكرة، والنوع هيكون جملة فعلية، والضمير هيكون الهاء. تمام، دوري. يلا يا حنين. الحرير الحرير ملمسه ناعم. ملمسه ناعم الخبر. نوعه جملة اسمية. الضمير الرابط الهاء. يلا يا مين اللي عليها الدور؟ يلا يا رغد تاني. ها، المهندسون أنهوا المشروع؟ الخبر هيبقى انهي المشروع. نو نوعه جملة فعلية، والضمير ضمير مستتر. لا شمس. ما هيبقى ضمير منفصل. اللي هو ايه؟ لا الألف اللي عندنا لا اللي هو الجماعة. صح. يلا يا دان. حاضر يا
هيكون عندي الأمين يحبوه الناس هيكون الخبر، ونوع جملة فعلية، وضمير الرابط الهاء. حضرتك سمعتني يا تيسر ولا قلت تاني؟ تعرف عن جملة اسمية وضمير متصل الهاء. جميل قوي يا بنات. أنا قلت جملة فعلية. انا اسفه، جملة فعلية قوي. تمام، لا لو كانت غلط كنت عدلها يعني. لا هي جملة فعلية. دورك في ايه؟ قول لو كانت غلط. لو كان هو خير يا حنين، الواجب مش بيجي لي ليه؟ خير. ايه صح، هو انا عامله ايه؟ بس نسيت ابعته والله، ابعته اهو يعني. فعلا؟ ماشي. يلا دورك. ها، أكمل بخبر جملة فعلية مرة وبخبر شبه الجملة مرة. لسه سيبنا صفحة نحلها. الكتاب ولا لسه لسه في صفحة؟ الكتاب يجذب القراء. كتاب يجذب القراء، وبرضه الكتاب فوق المكتبة أو المكتب. تمام، دي ايه ده؟ شبه جملة. طب الجملة الفعلية يجذب الكتاب القراء. ايه؟ يجذب الكتاب القراء. لا كده بقت جملة فعلية عادي. الكتاب يكتب قراءة. لا الكتاب يجذب القراء. تمام، يلا يا رغد. مش بس انا الرسم اتلخبطت. لو عنده في صفحة كام؟ الصفحة اللي بعدها يا ده. ماشي. يلا الرسام هيبقى الرسمان يرسموا وبيبتاع. الرسم رسمه جميل. لا، رسمة جميل دي بقت جملة اسمية. سؤال يا مس، مثل مثلا الرسام يرسم شجرة. جميل. الرسام لا مين هيحضر دلوقتي؟ هي رغد لسه بتقول، لسه روح شوف الجملة. ها، بس الرسام مش لاقيها. في المعرض يبقى كده شبه جملة. يلا يا دان. طيب السيارة أقولها في جملة فعلية مرة وفي جملة مرة. ماشي. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. هكون السيارة، الولد، الولد يعني باللغة العربية يسوق، أو يعني يسوق. ايه علاقة ده؟ احنا عايزين السيارة مبتدأ. ماشي، ما هي السيارة موجودة، الولد يسوق السيارة أو يركب السيارة. احنا عايزين السيارة ايه المبتدأ؟ هي ايه؟ السيارة هي المبتدأ. السيارة هي المبتدأ. السيارة شكلها جميل. لا شكلها جميل كده. خبر جملة اسمية. شكلها جميل في اللوحة، في الصورة. هي ايه انا مش فاهم يعني هو ايه الجملة ايه يعني؟ ايه؟ يعني الجملة انت قلتي ايه؟ طب لحظة، الله، جبت جملة تانية. السيارة بتقل سرعتها عن الطائرة. أقل سرعات عن الطائرة. ايه بنت غلط ولا صح؟ ماشي أقل سرعات. تمام. طب أنا عاوزة أشوف الجملة. شبه جملة. ماشي، هو أنا لازم أقولها بجر ومجرور ولا عادي لو قلتها بتاع أو عايزة جملة باللغة فعلية العربية؟ وعايزة جر ومجرور. هو عايزها جر ومجرور. ماشي جملة فعلية و ماشي ماشي، حاضر. السيارة وسط الطريق. تمام. حلو قوي. مثال عندي يلا عشان بس ما نضيعش بقى الوقت كله ده هناخد بقى جزء من الدرس. يلا هنعمل الدور من الأول ولا إيه؟ ايوه يا بنت. بصي هناخد صفحة 236 واجب. اوكي 236. تمام، يلا اقرأي كده يا دان. هو حضرتك بتقولي لي أنا يا مستر تاني أقرأ؟ حاضر يا مس، أنا تاني هقرأ. تعد لغة الإشارة مثابات اللغة المرئية للاتصال بين ضعاف السمع والصم. هو وهي 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 نظام يعتمد على الرموز التي ترى ولا تسمع. وهذه الرموز تم تشكيلها عن طريق تحريك الأذرع والأيدي في أوضاع مختلفة. وفي لغة الإشارة حركات الأيدي تحتل محل تحت تحل العيون محل الأذن في استقبال الرسائل. تعد لغة الإشارة لغة قائمة بذاتها، لأنها تؤدي معنى متكاملا، وهي لغة لا نستطيع على وجه الدقة أن نحدد جذورها وتطويرها التاريخي، لكن ما نستطيع قوله أنها نشأت ونمت في مجموعة ضعاف السمع والصم وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تكوينهم. ولذلك فإنها أكثر أساليب الاتصال استخداما بين فئاتهم
وتمكن أهمية لغة الإشارة في أنها تعد أسلوبا تواصلا مهما للغاية. خلصت. تمام، يبقى ده لغة الإشارة هي بالنسبة لنا مهمة زي اللغة العربية بالظبط، عشان تبقى لغة اتصال بين ضعاف السمع والصم. الصم هم الذين لا يستطيعون السمع، وهي بتعتمد على شوية رموز وحركات عن طريقها احنا بنعرف المطلوب أو بنعرف المراد. تمام، تمام. والحركات دي بتحل محل التعبير الصوتي، وتحل العيون محل الآذان في استقبال الرسالة. يعني انت بتستقبل الرسالة مش بودنك لكن بعينك. تمام، لكن ما نستطيع قوله أنها نشأت ونبعت في مجتمع ضعاف السمع والصمت، وأصبحت جزء لا يتجزأ من تكوينه، ولذلك هي أكثر الأساليب الآن في الاتصال استخداما بين فئاتهم، وأهميتها بترجع أنها تعتبر أفضل أسلوب تواصل وهي مهمة للغاية. يبقى هنا أول سؤال، ما اللغة التي يتواصل بها ضعاف السمع والصم يا حنين؟ لغة الإشارة. تمام، لغة الإشارة. رغد اللي بعدها. ماذا يحل إيمس؟ لسه وقلت أول 3 كلمات إيه؟ لحظة كده يا رغد، ده يا الحصة كده خلصت؟ ما اعرفش ايه في بس